انا هو قال كده انا داري مستر خليه يصمت شو كل عادي قال لي انا داري مستر قال لهم تعملوا قال لهم دارين نتفق على المرشحين قال لهم شو رد ابو علم حضرتك قام قاعد يشاكر وكذا انا دار في النهايه الاتحاد قال احنا نايت حزب الامه اوريك الحقيقة نحن شاركنا في الدورة دي بوفد إعلامي ضم عدد كبير من الإعلاميين السودانيين الصحفيين، والحقيقة يعني قاموا بدور كبير في التغطية وشاركوا في كثير من الندوات واللقاءات، حضروا الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي والقرعة والمؤتمر الصحفي للرئيس الاتحاد الأفريقي، كان لهم دور فاعل في هذه الفعاليات. برضو نحن يعني اليوم حضرنا الاحتفال اللي قاموا سعادة السفير والمستشار الثقافي والملحق الإعلامي للقيادات الرياضية والإعلامية، ونحن الحقيقة يعني بنشكرهم جدا على هذا الحفل، وبنفتكر إنه هذا الحفل هو تقدير كبير واحترام لدور القيادات الرياضية والإعلامية في نشر الرياضة وتطويرها والارتقاء بها. ويعني تحول الحفل حقيقة إلى ندوة طرحت فيها الكثير من الآراء والتعليقات حول الرياضة ومشاكلها ومصاعب اللي بتواجهها، ونتمنى إنه يعني في العهد الجديد في عهد الثورة إنه الرياضة تجد الاهتمام وتجد التمويل حتى يستعيد السودان دوره الرائد والقيادي في الغارة الأفريقية. نحن الحقيقة نأسف جدا إنه يعني دول كانت مغمورة جدا زي مدغشقر وزي بنين تصل دور الثمانية، وإنه السودان اللي أسس الاتحاد الأفريقي واللي أقيمت أول دورة على أرضه خارج المنظومة من فترة طويلة جدا. نحن نتمنى إنه الرياضة تجد الدعم وتجد التمويل وتجد الاهتمام في العهد الجديد حتى تستعيد أراضيها، والحمد لله. طبعا البطولة الأفريقية التي أقيمت في مصر 2019 كانت بطولة حقيقة من البطولات الفريدة من نوعها، لأنها كانت أول بطولة تلعب ب 24 منتخب ولأول مرة تقام في يونيو يوليو، كانت تقام من قبل في يناير فبراير وبعدد 16 منتخب، ولكن هذه المرة الحقيقة الاتحاد الأفريقي قرر أنه يزيد العدد عشان يستطيع أن يعطي للمنتخبات الأخرى فرصة أن يشاركوا. وفعلا اشتركوا ثلاثة منتخبات لأول مرة، بروندي وبنين ومدغشقر ومعهم موريتانيا. هذه المنتخبات استطاعت أن تقدم مباريات جيدة جدا، ولكن طبعا الخبرات كانت قليلة. مشاركة الهيئة بعض الزملاء من السودان، الأستاذ مجدي شمس الدين كان موجود معايا في كمنظم في اللجنة المنظمة، وأنا كنت حقيقة رئيس الإدارة الفنية، وقمنا حقيقة بعملنا في هذه البطولة بشكل متميز. مجدي طبعا كان رئيس ملعب في ملعب الحقيقة الملعب اللي مجدي كان ماسكه ملعب الكلية الحربية وملعب الدفاع الجوي، وكان رئيس الملعب، وكان له دور كبير جدا في مراقبة المباريات وتقديم تقرير عن المجموعة كاملة التي شارك فيها. أنا كنت مسؤول عن الحقيقة عن تقييم البطولة فنيا ومن ناحية تقييم البطولة واللاعبين واختيار أفضل اللاعبين وتشكيلات المطلوبة والخطط التي تم اللعب بها. مساهمة السودانيين في هذه البطولات طبعا انا من يعني انا والاستاذ مجدي شمس الدين ساهمنا في مشاركه هذه البطولات منذ عام 2002، متواجدين في جميع المحافل الحقيقة الافريقيه والدوليه كمان الحقيقه في كاس عالم او في اي مشاركات ينظمها الحقيقه الاتحاد الدولي مع الاتحاد الافريقي. اتمنى ان يكون هناك طبعا دور كبير لبعض الاخوه السودانيين في يعني في اللجان اللي موجوده، يعني دكتور شداد الحقيقه برضو موجود معنا رئيس الاتحاد السوداني لكره القدم، وشارك في الجمعيه العموميه التي اقيمت وتم فيها يعني ان هم محضر الاجتماعات السابقه تم يعني الموافقه عليه،
الافتتاحيه المتواجدين في هذا اليوم الجميل. الحقيقه تم استدعانا من السيد السفير السوداني لنقاب الاعمال في هذا الحقيقه اللقاء الكبير اللي جمع حياه صحفيين والاعلاميين، ومعنا حقيقه يعني الدكتور كمال شداد يعني اللي كان موجود في الجمعيه العموميه، واستطاع ان يعني ان يقدم حقيقه كلمه يعني اضفت على الاجتماع مدى اهميه الاهتمام الحقيقه بسفاره السودان في القاهره بكره القدم عموما. وبنشكر الحقيقه المسؤولين عن هذه اللقاءات الجميله اللي هي تكررت اكثر من مره، ونشكر السيد السفير ورقم الاعمال ان انه يكرر هذه الزيارات حتى يكون لهؤلاء السودانيين خارج القطر اي انشطه تستطيع ان تضفي وتنعكس على كره القدم وجميع الانشطه الاخرى في السودان عموما ان شاء الله. حقيقة مشاركتنا في كأس أمم أفريقيا جاءت من خلال عضوتي في اللجنة المنظمة في هذه البطولة التي تشرف على تنظيم فعالياتها وكل مبارياتها، كل ما يتعلق بالتنظيم، وأنا كنت ضمن الفريق المشرف على مجموعة الدفاع الجوي استاد 30 يونيو. وحقيقة يعني أنا أعتقد بأنه التنظيم تم بشكل سهل جدا بالنسبة لنا، لأنه حقيقة الدولة المصرية وفرت إمكانيات مهولة لهذه البطولة من ملاعب تدريب، كانت 24 منتخب، الإقامة تمت بصورة جيدة في فنادق جيدة، الترحيل كان ممتاز جدا، الاستادات كانت ممتازة، ملاعب التدريب كانت ممتازة، فكل النواحي التي يمكن أن نتحدث عنها فيما يختص بمجال التنظيم كان تمت بصورة ممتازة جدا. يعني بطولة حقيقة يعني من أنجح البطولات في تاريخ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وهذا طبعا بسبب توفير الدولة المصرية لكل المعينات والمقومات التي تمكن من النجاح. بالتالي كانت المهمة بالنسبة لنا يعني لم تكن صعبة، لأنه في كل المشاكل التي كنا نتحدث عنها كنا نجد الحل، سواء كان دخول الجماهير إذا انضم بطريقة ممتازة جدا، الأجهزة الأمنية كانت متعاونة، وحقيقة قضينا الفترة يعني بكلها يعني في نجاح كبير جدا جدا، وهذا نشيد بالدولة المصرية ونشيد بالإخوة في اللجنة المنظمة، وأنا أعتقد بأن البطولة كانت ناجحة والحمد لله اختتمت بشكل رائع جدا. طبعا وفد الاتحاد السوداني شارك في الجمعية العمومية وحضر المباراة النهائية، وهذه الجمعية كانت هامة جدا جدا وفيها كثير من القضايا وفيها انتخابات، وكانت مشاركة طيبة من السودان في هذه الجمعية العمومية.